والحديث أكثر عن السوق السعودي ينضم معنا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية محمد السويد. حياك الله سيد محمد، صباح الخير. دعني أبدأ معك اليوم مع التراجعات الحادة اللي شهدناها على السوق السعودي وأسواق منطقة الخليج في أولى جلسات الأسبوع. التقلبات كانت واضحة على الأسواق العالمية بنهاية جلسة الجمعة، وأيضا بالنسبة على أسعار النفط واللي وصلت يعني لأدنى مستوى منذ 11 عام. نعم، يعني أعتقد يعني الهبوط اللي قاعد يصير هو انعكاس طبيعي طبعا استمرار الأسواق العالمية في الهبوط، والشيء الآخر هبوط أسعار النفط الآن وتغير السياسة السعودية من الاحتواء وخلينا نقول التعاون مع يعني أعضاء منظمة أوبك وروسيا وغيرها إلى محافظة على حصتها السوقية، وهذا شفناه في الأخبار اللي أمس تداولت بخصوص أنها أرامكو بدأت تعطي تسعيرات بأقل تقريبا من تسعيراتها السابقة، فيما معناها يعني راح يكون في حرب أسعار. المستقبل الآن الأسعار في ظل يعني عدم توصل إلى اتفاق بالنسبة مع روسيا، في ظل يعني مطالبة روسيا بعدم تخفيضات إضافية، اليوم بعد أنه يعني خفضت الأسعار وصلت أو تراجعت بأكثر من 8% في جلسة الجمعة. نعم، والله المستقبل سيء يعني على أي حال، لأن إحنا قاعدين نشوف الوضع في يعني تداعيات تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. كل التقارير تتكلم عن أنه طبعا ان محتمل او اسوأ الاحتمالات انه راح يكون في انكماش خلال السنه هذه يصل الى 5%، وهذا طبعا شيء سيء للاقتصاد الدولي، وهذا طبعا مدفوع بشكل اساسي من الصين تحديدا بعد ما يعني شفنا التقارير الشهريه كيف انخفضت فيها مؤشرات الاقتصاديه من ضمنها البي ام اي وغيرها. نعم نعم، الآن بالنسبة على مستقبل الأسواق في ظل يعني هذا التراجع السلبي اللي شهدناه وعلى أسعار النفط، وأيضا بعد أنه تفشي فيروس كورونا وتسجيله يعني أكثر من 106,000 شخص مصابين، نعم، اليوم مع يعني استمرار تفشي الفيروس أيضا الأسواق إلى أين ستتجه؟ والله أعتقد ما زلنا حنا في بداية الهبوط، من الصعب أن الواحد يحدد بالضبط كيف ممكن ينتهي، فحتى نشوف مثلا يعني حنقول وجود لقاح او تخفيف يعني تقلص انتشار الفيروس او يعني اخبار ايجابيه غير طبعا الادوات السياسه النقديه اللي اتخذتها الدول، يعني حتى نشوف الاشياء هذه، يعني حتى الان الوضع ما هو واضح انه بيكون في ايقاع قريب يعني. نعم، الاسواق العالميه وحتى المحليه. نعم، برايك الان الاسواق بحاجه ايضا الى مزيد من التحفيز، هذا لربما الاسبوع الماضي شهدنا حديث البنوك المركزيه تخفيض ايضا اسعار الفائده، وايضا عن اعلان بنك الصين، واليوم امس او الامس البنك الياباني على انه سيقدم قروض، نعم، للشركات المتاثره. هي هذه بس تخفيف الاثار، يعني ما راح يكون لها تاثير يعني كبير، لان زي ما قلت لك الوضع في الاقتصاد العالمي اصلا كان في تباطؤ نمو في السنه هذه على اي حال، واذا كنت تذكر كل كان يتكلم عن ركود في 2019 بعدين خاف شوي، فاللي حصل الان هم بس يعني اشعال شراره الهبوط ولا اكثر ولا اقل، يعني اي سياسه نقديه هي بس فقط بيكون تاثيرها تخفيف من الاثار السلبيه، لكن هل معناه هذا انه يعني اذا بنوصل قاع انه بيرتد او تتحسن الاوضاع الفتره الجايه؟ الوضع حتى الان مش واضح. محمد السويد محلل الاسواق الماليه كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.